انتم متخيلين انه انا كل يوم بفيق الصبح وشعري بهيدا الشكل؟ بهيدا الفيديو اول شيء رح احكي لكم كيف عانيت من شعري الطويل. طيب احكي لكم ليش انا طولت شعري اصلا. انا قبل ما افتح يوتيوب شانل وكل شيء، رفيقي مره قال لي انه طول شعرك وبيلبق لك وحلو وما حلو. لما كان شعري قصير كان شعري يهلكني لحتى اعمله موديل معين، يعني دائما اضطر اروح عند الحلاق لحتى يعمل لي الموديل اللي بدي اياه. المهم قلت لا اتخلص من هذا المرض، بطول شعري بجرب نصيحة رفيقي وطولت شعري. اول شيء مراحل التطويل كانت غليظه جدا جدا. اول شيء انا شعري من هون على الطرف كان يطول كتير كتير لحتى يطلع. انا شعري اللي على الطرف هون ناعم كتير، فكان يعذبني جدا جدا، خصوصا انه ماشي بالطريق دائما منفوش، فكان منظري منه طبيعي ابدا. وبعد ما طولتهم حوالي السنه سنه وشوي لا يلي على الطرف ضلوا قصار هلكوني، فاخر شيء قررت قصهم، فبتعرفوا صرت بهذا الشكل شعري طويل بس من فوق. طيب وبعد ما طولت شعري هلا شو؟ اول شغله بفيق كل يوم الصبح شعري بهذا الشكل مثل ما انكم شايفين. المشط لوحده ما بيحل الموضوع ابدا، لانه بس مشط شعري من تحت بيبقى مشربك كتير، بيفوت الشعر ببعضه، فكتير صعب انه يتمشط. هلا هي اصلا نوعيه شعري هيك، فما ضروري انه يكون كل شخص يعاني هيدي المعاناه. ثالث شغله، تحممت وبدي نشف شعري، ما فيني بلا هيدا الشيء، وكمان اكيد بحاجه هيدا الشيء. واصلا شغله الحمام هي لوحدها مصيبه كبيره، يعني الشخص اذا شاب شعره قصير بيقعد مثلا ربع ساعه بالحمام بيتحمم وبيخلص كل شيء وشعره دغري بيخلصه. اما اذا شعركم طويل بدكم ساعه مينيمم لحتى تحط الشامبو وتتركوا وقت، وبدك تصير تشوف بلسم وما بلسم لينعم لك شعرك اذا منه مزبوط، وهذا بيقول لك اعمل كيراتين وهذا بيقول لك احسن. فصراحه الشغله مشكله كبيره. وهلا خليني احكي لكم على شيء تاني، الشوب والحر. لما كنت بلبنان كان شعري قصير، فانا من النوع اللي دغري بيعرق بيشوب بسرعه، فبلبنان طقسه معتدل، اطلع لبرا خمس دقائق كليتني يصير اعرق اذا مشيت شوي. تخيلوا انا عايش بالسعوديه او عايش بشي دوله هيك من هدول اللي طقسهم جدا جدا حار، فتخيلوا هلا المعاناه بعد ما طولت شعري كشوب، يعني انا بشوب بسرعه مع شعر طويل عموت. خلينا نلخص شو في معي لهلا. اول شيء بيعذب بالتمشيط جدا، ثاني شيء بيعذب بالحمام جدا، ثالث شيء بشوب. والاحلى من هيك بس اربط شعري، نفترض ربطته بسرعه بهذا الشكل، يا بيطلع محل منفوش يا بيطلع في نكشات صغار هون، وهدول انا بكرههم كثير، فبدك تضطر تستعمل له كريم وما كريم وهيك. فبصراحة ملبك جدا هلكني هلكني والله. فاليوم أعزائي قررت أنه قص شعري وارجع للموديل القديم اللي كنت عليه، اتعلم كيف أعمل الموديل بقلب البيت، بيعلمني الحلاق هيدا الشيء، حلاق كتير شاطر. بالنسبة للناس اللي بدها تطول شعرها رح قلكن شغلة، تذكروا كل شيء قلته رح تعانوا مثل ما أنا عانيت، إلا إذا مثلا شعركم بيبقى غير شيء، بيكون مثلا الشعرة تقيلة، الشعرة منها ناعمة وموجة، يعني أنا شعري بيقولوا له إنه في بقلبه حركة فموج، اما في نوع شعر بتكون الشعره ثقيله ونازله نزول هيك، هيدي ما بتعذب كتير بالتمشيط مثل هيدا الشعر. فاللي بده يربي شعره يحط براسه هدول النقط قبل ما يفكر يربي شعره. يا زلمه لو عم ربي ولد كان اسهل. مهم اصدقائي خليني اروح هلا عند الحلاق لانه ناطرني، وخليني افاجئكم كيف بده يطلع شكلي بعد القصه.